اهلا وسهلا ومرحبا بكم كاملين في الفيديو ديالي جديده ديال قناه شوشو شانيل. نتمنى انكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير وكيف ماشيين مع شي بير. نتمنى ان هذا الفيديو تلقاكم في احسن الاحوال. واليوم رجعت لكم فيديو جديده كما كتشوفوا في العنوان. غنجيب معكم دوره في المول ديال غابا سانتر بالصباح وبالليل باش تشوفوه، وانا نكمل لكم لا دوزيام بارتي ديال لانيفرسير ديالي. دونك هذه هي التراسه ديال المول اللي كنت وريتكم المره الفايته، ما كنتش وريتها لكم بزاف. اللي هنا كاينه السينما، هنايا عجبوني هاد المحبقات اللي عاملين وديك الشيء. هذه هي كيمبو قهوه اللي خدينا منها ديك المره الجو دورانج ولي غوفر انا وزنوبه وعمران ولده. طبعا هنايا عجبني هاد الخضوره اللي عاملين وديك الشيء، والهيه لتحت الى رديتو البال هذاك هو الاسباس اللي كاين فيه لي ريستورون. عاملين جهه ديال لي ريستورون جامعينها بوحديتها كتهود زعما هنا بالليل. هنايا النهار من مور ما احتفلوا بيا عملوا لي لانيفرسير زينب وآسيا، كنا خارجين فحالنا داكشي وصورت لكم هادشي هذا بالليل، حيت المره الفايته جو مي سوي روندو كونط انني في الفيديو الفايت ديال غابا سانتر ما وريت لكم شي حاجه تاع المطافين كياكلوا. غنديكم ليلو من بعد. هنايا راكم عارفين في ديسمبر كيقرب نويل وهذا كيعملوا هنايا حتى هاد لا ديكوراسيون ديال نويل. هاد الضويوات هيدا هوادين بويض فحال الثلج زعما كيطيح تما كليهن سابان نويل كريسي فين يجلسوا الناس، واحد لالوج لو بير نويل كاين فشي بلايص اخرين. هانتوما غتشوفوا لي ديكور كامل هنا حدا المغازان ديال دي فاكتو ال سي واي كيكي وبلانيت سبور. زنوبه وعمران قدامي هنايا كنقرب المول يتشد، غير حنا باقيين كندورو فيه غنخرجوا فحالنا. نتوما كتشوفوا المغازان مشدودين. ايوا هادشي اللي كاين. هنا واحد الحاجه اللي بغيت نوريها لكم هو ان هذيك الفوق اللي كتبان لكم كحله راه السما، وديك المطاع اللي خاويين زعما لي ديكوفير من السقف ديال المول كيصفيو نيشان في هاد يعني كيطيح اذا طاحت الشتا ولا شي حاجه كتجي نيشان فوق هاد البلانطات هادو فوق هاد الغرس كتسقيه وكلشي. هنايا عاملين هاد لي بون راكم انتو شفتوهم المره الفايته فين يجلسوا الناس اذا بغاو داكشي. فكما كتشوفوا هنايا هذا هو المول من على برا كامل. هنايا كيف سينا الاحتفال بلانيفرسير ديالي في غابا سانتر جبنا دوره، من بعد زينب خلاص مشات للدار ديالها وانا واسيا جينا هنايا لعند الوزاني. سي ان ريستورون قديم في الرباط قبل تقاع 8 ياسين دوبي 1951. دونك غندخلوا غتشوفوا شنو كاين.
شفتو تعشينا انا واسيا في وزاني، وهذا نهار جديد معكم من غابة سانتر. فضلت انني نعمل فيديو اتوندو على جوج المرات مختلفين باش تشوفوا معايا رباط سانتر بالنهار وبالليل. الخلاصه من هذا الشيء اللي بغيت نقول لكم هو ان اللي بغى زعما يتصرف على خاطرو ويشوف لي ماغازان على خاطرو ويتمتع الصراحه بامول، يمشي له بالنهار ما يمشيش في العشيه. العشيه كيكون عامر، انتم دابا كيكون خاوي، دابا 9 الصباح انا كنت هذه بين 9 و10، الدنيا باقا خاويه، كاع كاين لي ماغازان اللي باقيين مشدودين، لكن مثلا في وسط النهار مثلا ابارتي غير 10 ملي كيفتحوا لي ماغازان تقدروا تدخلوا لهم. هنايا كما كتشوفوا هذا هو ديك الاسباس اللي عملوه مخصص غير للماكله، هذه الدخله ديالو عجبني، هذوك البلانطات تما هما ماشي هذو غير اصطناعيين حيت ما يمكنهمش يبقاو يتشعلقوا تما كل مره يسقيوهم. كومونكوي هنايا هذا السقف مغطيناه، يعني كتشوف السما وديكشي ومغطيناه بزاج. هنايا ديك الكريسيات وديكشي، هنا لي ماغازان اللي باردون لي ريستوران كاين شي منهم اللي باقيين مشدودين، حيت كاين اللي كيعملوا الغدا بحال دابا دات جينو، هذا اللي عاد شفتو سي تان ريستوران ايطاليان كيعمل الغدا باقي مشدود، برجر مفتوح، برجر كينغ مفتوح بالحق، كيجمعوا قهاوي كانوا مفتوحين في الصباح. وبالنسبه للماكله ها نتوما كتشوفوا كتاخذوا من عند اي ريستوران بغيتو، بحال لي مول كاملين، كتاخذ معك ديك البيبر اللي كيبقى يزوط عليك ولا يبيبيك من اللي كيتوجد الماكله ديالك حتى كتوجد هنا، كاين بيتا كريب لي ماغازان لي ريستوران بلوتو كاملين، فينيزيا لا فرونسيز، فينيزيا ايس راه هي او فون، ايسبيري حتى هي، كاين عاود ريستوران ديال هذا ليو جيلاتو ديال لاغلاس، كاين عاوتاني واحد لا سبيسياليتي ازياتيك جو كخوا شفتها اللي هنا في ديك القط، فوالا هي غنشوفوها عاد باقا عاد غتفتح ريستوران دو سبيسياليتي ازياتيك، راه هو فوالا اون فاس من هاد الجهة كاين سوشي بوكس حتى هما باقي موجودوشي كتشوفو خاوي، الا دا عاد غيفتح. هنايا الكريسيات عجبوني، كاين ديفيرون ديزاين اللي كيعجبو يجلس الجلسة ديال الكونطوار مع اللي يجلس، انا لا ايطاليانا اللي كيعجبو كيما قلت لكم يجلس في الكراسة حانيين، اللي كيجلسو يعجبو يجلس في الكراسة هيدا شويش دي كونتراكتي حتى هما كاينين، دونك تو لي ستيل ديال الكراسة وديال الجلسات كاينين. كتاخد من الريستورون اللي بغيتي من لو شوا ديالك وكتجي كتجلس. وعاد كاينين واحد اللعيبات هنايا يعني منهم فحال كيطلعوا لهم في الدروج، هانتوما غتشوفوهم ها هما هنايا في هاد الدروج هادو، مطعم يمن الشام بابيك حتى هو كيعمل كباب وتاكوس، يمكن بزاف من هاد الريستورون ما دخلتلوش المره اللي كنت مشيت انا وزين في العشيه حيت كيكون عامر مطرطق بالناس وانا ما كنتحملش يستعد الناس بزاف، دونك هنا استغليت فرصه جيت له في الصباح. هاد الدريجات هادو انا غنوريكم شنو فيهم، كطلع لهم بحال التيراسات حتى هما فيهم طوابل الكراسي اللي بغى يجلس عالي، ماكدونالدز وما كتشوف كلشي. واللي عجبني اكثر هما انهم عاملين زعما الخضوره في المول كامل، السما كاينه في هذا كما قلت لكم قبل، الشتا كتقطر على الغرس كتسقيه مره واحده، الدنيا نقيقيه هنايا اللي عياو داكشي ولا اللي كانوا نسا كيتسخروا في لي ماغازان وتعطلوا رجال كاين فين يستناوهم في الكراسه ولا ولادهم يخليوهم يتهناو منهم. وانا قلت لكم خلينا بالضحك، انا قلت لكم هذا المطعم هذا خاص غير بالماكله. هذه هي ديك ميني تراس اللي قلت لكم جايه شويش معاليه على الارض، ها هما هنايا الناس لتحت بصراحه الغداء بوزاري كونستاتي الفرق ما بين داكشي اللي شفتو دابا عاتك وهادشي اللي كتشوفو دابا. دابا هذه في الساعه ديال الغداء كتكون عامره بنادم كثير، مجموعه على ماكدونالدز كلشي جالس في التراسات، لي ريستورون مفتوحين بالحق، هذه مزيونه اللي باش مش الكامبي دابا الناس